برنامج هو ملك للجزائر وملك للجزائريين، يعني من التاء إلى التاء. سي سنوسي كيف كان هذه المعاناة وهذا العامل النفسي اللي كان مأثر عليه، أنه الإنسان ما يقدرش يشوفه وكان مهدد أنه يفقد البصر نهائيا، وبعدها يرجع الحمد لله يرجع عليه نور البصر. رغم هذا البؤس وهذه المأساة الموجودة في العائلة، لأن هناك صورة مشرقة لوقوف الأخ مع إخوته الخمسة من ذوي الاحتياجات الخاصة من سنة 1983 اللي هو تاريخ وفاة والده. اكتشفنا يعني البساطة، اكتشفنا الضيافة، اكتشفنا الكرم تاع الحاج الجزائري، واكتشفنا خاصة أن الإنسان يكون محتاج وخاصه يدير حاجة ولا عملية ولا، وما يقدرش يمد يده وما يقدرش يطلب أي واحد، فيجئوا لهذا البرنامج الحمد لله رب العالمين. بولاية البليدة تأسست قبل 3 أشهر من الآن مع الدخول المدرسي. رغم حداثة النشأة إلا أنها استطاعت أن تفرض نفسها في العمل التضامني والخيري. وفعلوا الخير مع محمد مشقق والشيخ فيزازي، سهرة الاثنين 9:15 على شروق تيفي.